روش ابن عمي فينك يا روش؟ روش يا ابن عمي فينك يا روش؟ ابن عمي نور. روش ابن عمي. الحمد لله على السلامة. وحشني يا ابن عمي. انت اكتر يا روش. شجالة التكين يا ابن عمي خطر على صحتك يا راجل، على ولادك وناسك وكل اسرتك. يا ساتر، وفلوس في الهوا بتطير. فلوسي ومرض ووجع قلبه وهم كبير. ولو تعرف اهم حاجة بقى، انه بيجيب سرطان الرئة. يا ساتر. كمل يا روش. وبعدين هقول لك ايه ولا ايه عن التدخين. كفاية اللي حصل لابوك من سنين، التهاب رئوي وذبحة صدرية وانسداد في الشرايين. يا ساتر. ولا اللي حصل لابن خالك حسنين، هزال وسعال وبلغم وضعف في نظر العين. طول ما السيجارة يا ابن عمي معاك، ابنك هيتعلق بيها. ألا هو يا روش، كل ده من التدخين. طب يا روش، والحل ايه؟ ترمي السيجارة اللي في ايدك وتدوس عليها. خلاص يا روش، وعد مني مش هشرب سجاير تاني. وادي علبة السجاير يا سيدي. كده تبقى فعلا ابن عمي نور.